ايوه يا سعيد. خلصت ولا لسه ميشو؟ هو انا سوبرمان؟ ما انا لسه سايبك من ربع ساعه. طب بقول لك ايه، خلص الليله دي بقى بسرعه، ما تنساش وانت راجع تجيب لي الكريزي الفاخر اللي جبتولي قبل كده لحسن خرمان على الاخر. انا مش لسه جايب لك امبارح وعلى حسابي كمان يا عم؟ خالص. الله، الواد ستيشن وبونبوني بيصفوه سف. خلاص يا سيد، خلاص هجيب لك، بس بقى افتكر. سلام يا حبيبي. مكانك، سلم نفسك، مش هتعرف تهرب. قلت لك مش هتعرف تهرب. وانت قوم قوم، في حركه مش طبيعيه جوه الفيلا، والنور طفى ونور تاني. الظاهر ان العمليه اتشمت من البوليس. ايه بوليس؟ يعني يا ستيشن هنمشي ونسيب مش لوحده؟ التعليمات ان احنا نفلق. نفلق؟ انا مش هسيب ميش وامشي يا ستيشن. خلاص خليك لوحدك عشان البوليس يجي ويوجب معاك برصاصة. رصاصة؟ لا، وعليه اركب احسن اركب. اتنين على الباب الرئيسي وانت في الجنينة، تعال ورايا. تمام يا فندم. ايوه يا سيد، في تاني يا عم؟ بالراحه علي، ما تنساش وانت راجع تعدي على حاتي وجيب لنا عشوه حلوه زي كده. مشمش ماشي. بقولك ايه، ونقلنا كده شويه فاكهه على ذوقك. وعلى مين بقى العشوه والفاكهه دي يا عم؟ ادفع وبحازمك، انت هتخوني. عايز حاجه تاني يا سيد؟ لا يا حبيبي، بس يلا بقى تعالى بسرعه. ها، سلام بقى دلوقتي يا سيد. لحسن الظابط فؤاد ده مش ناوي يجيبها البر معايا. سلام. يا فندم غبي،
انزل تشوف في ايه. هرب هو والمسجون اللي معاه. طب انت ازاي متاكد انه ميشو؟ مع انك بتقول انه كان لابس كاب ورافع يد الجاكيت. انا عمري هنسى شكله يا عمر. السيجاره اللي في بقه اللي على طول مش مولعه. بعديها طلبت نقلي هنا لما عرفت انه تابع دايره الاسم ده. اسيبك انا بقى لحسن شكل ليلتك كده مطوله. سلام. لا 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 ده زمان الظابط فؤاد هيتجنن من اللي مش عمله فيه. ده اللي مفرحكم قوي؟ مش هممكم ان كنت ممكن اتمسك في العمليه؟ فيصل اوعى تقول كده، عيب عليك. ده انت ابني ياد، مش ميشو اللي يقع ويتمسك. ده انا مربيك على الغالي. وبرافو عليك يا ده ميشو، الكريزي اللي انت جايبه ده مزاج المزاج. بقول لك يا سيد، انا ليا استكين، يعني 2000 جنيه حق العمليه. ليه كده يا ميشو؟ ليه هتحرق دمي؟ قال انت هتلوم مع ابوك ولا ايه؟ وبعدين العمليه دي اتشمت، انتوا جايين الابيض يا ورد. سيد حاوي، ده انا ميشو، يعني تديني ماني تلاقيني فاين. ولو مفيش ماني يا ميشو؟ مفيش ماني مفيش فاني. ايه ده؟ تجننت يا ميشو؟ حس كيل على رقبة ابوك، قصت موت يا ميشو. عندك حق، عيب برضه. ابوس ايدك يا معلم، اديله، انت عارف ميشو. خلاص خلاص يا عم الموني، انا كنت بهزر معاك. اتفضل بس كده عمر عشان تبقى فوني. كده تمام. والكريز بقى الفاخر ابو السيد واجب من ابنك ميشو. الف شكر يا رجاله، الف شكر على التوصيله، مع الف سلامه. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ميشو. مساء الخير يا رجاله بابا، تصبحوا على خير. خد يالا هنا، انت داخل على اوضتك ولا خارج من الحمام؟ مين عمل فيك كده؟ يا بابا اولا انا مش ياض ولا ثانيا بقى انا اسمي فطين، وبعدين بقى كل اللي معمول فيا ده بقى بسببك انت يا بابا. شوف الواد قليل القلب بيبوق في ابوه ازاي؟ ده ناقص يهددني بالسكينه. مش هتوصل لحد كده يا سيد وانا موجود، استنى انت بس. مين اللي عمل فيك كده يا شيكو؟ مدريد في الهنجر بتاعه. انت ايه اللي وداك هناك؟ رحت له زي كل مره بالغصب يعني. وعمل كده ليه شيكو الكلب ده؟ علشان يوصلوك رساله. وايه الرساله يا عار عيله سيد الحاوي؟ الله يسامحك يا بابا، شيكو مدريد هو اللي بلغ عن عمليه النهارده، وبيقول لكم ابعدوا عني احسن لكم. يعني شيكو هو اللي بلغ عن العمليه؟ ماشي يا شيكو، ليك هو. وانت قلت له ايه لما عرفت يا سيد الرجاله؟ قلت له حاضر بس بصوت عالي جدا. لا ولا راجل، راجل سبع رجاله في بعض. بعد اذنكم تصبحوا على خير. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا ميشو يا معلم سيد، يا ميشو يا معلم سيد. ايه اللي حصل يا سوسته؟ المخبرين مرشحين في كل حته وعمالين يدوروا على ميشو. الظابط فؤاد شكله موصيهم. يا نهار اسود، بيقول لك مخبرين، هتعمل ايه يا ميشو؟ يبقى كده ملهاش غير حل واحد عشان نخلص.
الفل يا باشا، ميشو تحت امرك. فاكرني مش عارف اجيبك يالا؟ انا جاي وبنفسي يا باشا لحد عندك لما عرفت انك بتسال عليا. خير يا باشا؟ وحشتك مش كده؟ ايه اللي وداك النهارده فيلا زهور؟ كنت ناوي تقشطها ها؟ فيلا ايه يا باشا؟ انا مش فاهم سعادتك. الفيلا اللي كنت فيها النهارده من ساعتين، ولما حسيت البوليس جاي هربت بأمارة ما كنت مخبي وشك. باشا انا مش فاهم سعادتك بتتكلم عن ايه بالظبط. انا لا مؤاخذه كنت في السيما، ولو محتاج احكي لك الفيلم انا ما عنديش مانع، بس محتاجين كوبايتين شاي. عطشنا. غريبة قوي الجزمة اللي انت لابسها دي، نفس الجزمة اللي كان لابسها الحرامي. سبحان الله. والله يا باشا يخلق من الجزم 40 41 كمان. انت هتستهبل يا روح امك؟ ومال همي بس يا باشا. ايه زعلتك دي قوي يا ابن يا ابن الايه؟ تمام يا باشا، دورنا عليه مش في كل حته، مش موجود. ما انا موجود يا عم ابراهيم. تاخد الواد ترميه في الحجز ويتعمل له محضر محاوله سرقه الفيلا وفيش وتشبيه جديد. انا مش عارف بس انت ليه مركز قوي كده معايا. اوعى تفتكر انك هتفلت من تحت ايدي، انا وراك لحد ما تيجي هنا بنفسك وتعترف انك هربت دحروم. تصبح على خير يا باشا. يلا يا عم ابراهيم. انا اقول يا عم ابراهيم، الواد علي ابنك عمل ايه في الامتحانات؟ والله مزهقني، ما نافع لا في امتحانات ولا في مدرسه ولا في حاجه. لما تتاخر بعد كده بقى يا فاطين تبقى ايه، تطلبني على المحمول تطمني. ها المحمول اللي انا جبته لك. والله بصراحه يا عمي يعني انا بسيبه في اوضتي لان ما بحبش المحمول ده خالص، بس علشان خاطر حضرتك انا هباخده معايا بعد كده. قول لي بقى عملت ايه النهارده؟ انا يا عمي رحت المدرسه النهارده في ميعادي المعتاد زي كل مره، ودخلت على طابور المدرسه ثم القيت كلمه الصباح في الاذاعه المدرسيه، وبعدين دخلت على جدول حصصي والحمد لله خلصت كله، وبعدين دخلت على جدول حصص زملائي اللي ما جوش والحمد لله خلصت كله، وبعد المدرسه اخدت لمياء خطيبتي علشان اوصلها، واحنا في الطريق قعدنا اتكلمنا شويه وحكيت لها عن قصه الحب الخالد اللي كان ما بين ايزيس واوزوريس، وفي وسط الحكايه سابتني ومشيت زي كل مره، وبعدين جم رجاله تشيكو مدريد وانا رحت معاهم يا عمي زي كل مره. معلش معلش يا فاطين، بكره لم يتفهم هي وغيرها انك مختلف عن الاخرين زي عمك. ها المكتبة كان ليها نصيب معاك النهاردة؟ طبعا يا عم أنس، طبعا أنا رحت المكتبة النهاردة والحمد لله قريت نص كتاب الهندسة المعمارية عند الفرعن، ووصيت كمان موظف المكتبة إنه إن شاء الله بكرة يجيب لي العمارة الإسلامية. كده يبقى فاضل لك 9 كتب وتبقى قريت 1000 كتاب يا فطين. أنا فخور بيك يا فاطين، أنت رمز للإرادة والصمود وإن شاء الله هتحقق رسالتك. إزاي بس يا عمي وأنا كل ما أحاول أبدأ في تحقيق رسالتي دي مع ميشو أحس إني فاشل. نفس اللي حصل لي مع أبوك، حاولت معاه لكن فشلت في إصلاحه وتغييره لحد ما حولني اليائس، لكن أنت لا لا أنا لا أسمح إنك تفشل يا فاطين. أنا برضو خايف يا عم. لماذا الخوف؟ والشمس تغرب من ناحية وتشرق من ناحية أخرى. رجعت لي القوة يا عم أنس، رجعتها لي. وميش أخويا هيتغير، يعني هيتغير. ميشو زي ما هو ومش هيتغير. يعني لما أقول بي كوايت يبقى نكتم النفس، يعني أسمع الصمت، الصمت وبس لحد ما نام، واللي عايز ينام ينام بس وهو واقف، واللي عايز ينزل ايده ينزلها بس هكسرها له. وادي نومه. خش يا بنت، خش يا بنت، بقولك خشي بالراحة. لعلمك بقى انا اعرف المأمور.
مساء فل يا ولود المنحرف. راح فين يا بت؟ قلبي نفسك يا حمق. حلو ده. ده انا توتة اللي هيرازيني هرازيه. ها خلاص خلاص يا بت، احنا طلعنا زمل. انت منين يا بت توتة؟ انا من اي حته خلقها ربنا. حد ليه شوق في حاجه؟ بقول لك ايه، دي سجارة. ماشي، بس ده بمزاجي مش بغصبانية. خد يدوم يا توتة. وعشان انا توتة هكمل التحية. خد يا عفاري، شكلك كده شايل الهم. ما بدخنش. طب يا اختي بلاش، مالك اول مرة في الحجز؟ ايوه والله مظلومة، انا رجلي جت غصب عني لاجل رب العيال بعد موت ابوهم. لا استني، شكلها حكاية جامدة قوي، اما نربع بقى عشان نعرف نحكي. احكيلي يا اخي.